بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. دائما مع تحضير لبكالوريا 2023 إن شاء الله مع الدالة الأسية. اليوم راح نحل تمرين، يعني هذا النوع تاع الأسئلة اللي تجي اللي هي تبيين صحة علاقة أسية. معناتها دائما لاحظ في النص التمرين قال لك فيه جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول قال لك بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس ما يلي، يعني عندنا مساواة، يعني المساواة الأولى بين باللي هذا العبارة تساوي هذه، يعني الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، يعني كاين مساواة. كيفاش راح يكون هذا أعزائي؟ هذا راح يكون انطلاقا دائما في هذا النوع تاع التمارين ننطلقوا من هذه باش نلحقوا لوين لهذه، يعني دائما ننطلقوا من العباره الاولى باش نصيبها تساوي العباره الثانيه. هذا فيما يخص الجزء الاول، يعني الجزء الاول راهو باين امامكم فيه 1 2 3. الجزء الثاني أعطاونا قالك لتكن الدالة أف المعرفة بأف تساوي 2 على أسية إكس زائد 1، بيّن أن أف دو إكس زائد أف لناقص إكس تساوي 2، بيّن باللي كي نديرو هذا نحسبهم نصيبو الإثنان، يعني دائما بالمساواة، يعني هذا النوع دائما تحسب بالطرف الأيسر باش تلحق لتصيب النتيجة للطرف الأيمن. نبدأ على بركة الله. دائما هذو الخواص لازم تكونوا حافظينهم عن ظهر قلب، يعني باركور. اذا دائما تكون على بالك بلي أسية 1 تساوي الأسية وهو عدد ل 2.718، أسية الصفر تساوي 1 لانه أسية عدد صفر تساوي 1. اذا أسية اكس هي دالة كنا بينتها في الفيديو اللي قبل هذا بلي دالة موجبة تماما، وهذا المنحنى تاع الدالة الآلن والدالة الأسية ولا الخواص وبعض البطاقات التقنية والفيديوهات مرتبة يعني مسقمة إلى آخره راح تجدوها كما قلت لكم فيديو سابق في البلوغ، في البلوغ أي سكول ألجيريا دوت بلوغ سبوت دوت كوم. أكتسيبو في الوصف التحت، هنا في الوصف التحت ديسكريبشن راك تسيب الرابط تاع البلوغ، روح للبلوغ تسيب الامور مستفى، ماشي غير الفيديوهات، تسيب الفيديوهات القدم، الفيديوهات الجدد، بطاقات تقنيه، تمارين محلوله كتابيا الى اخره. المهم نبدا على بركه الله. عندنا الخواص هذو في 5 لازم تكون على بالك بهم، انا درناهم الفيديو اللي فات كون حافظهم ما فيهاش نقاش. نبدا بالتمرين الاول المهم ها هو التمرين الاول، اسيه اكس زائد 1 على أسية زائد أسية X زائد 1، لاحظ هذه وحدها وهذه وحدها صح، تساوي أسية X على 1 زائد أسية X. قلنا باللي دائما كيفاش نبدأ بالعبارة هذه، نبدأ بنبسطها باش نلحق لهذه، هذا هو في النوع تاع التمارين هذو هكذا. إذا عندي العبارة الأولى اللي هي على اليسار أسية إكس زائد 1 على أسية زائد أسية إكس زائد 1 باستعمال العبارة الخاصية الأولى اللي هي هذه أسية إكس في أسية إكراك تساوي أسية إكس زائد إكراك. إذا نستعمل هذا الخاصية رقم 1، إذا واش تولي لنا؟ أتولي لنا أسية إكس مضروبة في أسية 1 هكذا، والتحت تولي لنا أسية 1 لأن أسية نطبقوا هذه هنا أسية 1 هي تساوي الأسية زائد أسية إكس عفوا مضروبة في أسية 1. لاحظوا الطريقة اللي بديت بها، بديت بهذه راني نبسط فيها، لاحظ نبسطها شيئا فشيئا. التحت لاحظ عندي أسية 1، أسية 1 نخرجها عامل مشترك، لا كيفها أستاذ، هاي أسية 1 هنا مضروبة في 1 وهاي أسية 1 مضروبة في أسية X،
خرجها عامل مشترك. إذن البسط يبقى كما هو أسية واحد أسية إكس في أسية الواحد على أسية واحد نخرجها عامل مشترك مضروبة في واحد زائد أسية إكس هكذا. إذن ها هو أسية واحد راح مع أسية واحد، واش تبقى لي؟ إذن تبقى لي أسية إكس على واحد زائد أسية إكس. هي هذه ولا لا؟ هاي وراها، هاي أمامك. سيبون، نأتي الآن إلى رقم اثنين. رقم اثنين واحد ناقص أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس تساوي أسية إكس على واحد زائد أسية إكس. إذن نخدم هذه باش نلحقوا هذه صح. اللي هنا لاحظ في الجزء اللي راه على اليسار باللي عندي الواحد هنا وعندي مقام هنا. إذن الواحد يعني كي شغل حبيت نقول كي شغل عندك واحد على واحد. إذن أول حاجة نبدأ بها وهي توحيد المقامات. أوكي صح، معناتها نغير العبارة هذه، نقوم بتغيير العبارة. إذن واحد ناقص أسية ناقص إكس على أسية ناقص إكس هي واحد على أسية إكس، هاي وراهي انتبه صح، على واحد زائد أسية ناقص إكس. إذن نقوم أول حاجة نوحد المقام. إذن هذا نضربه في هذه وندلو المقام تاعو كما هو. إذن تولي لنا واحد زائد أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس ناقص أسية ناقص إكس، يعني نحل بالتفصيل صح، على واحد زائد أسية ناقص إكس. إذن تساوي واحد زائد أسية ناقص إكس ناقص أسية ناقص إكس، والمقام الموحد اللي هو واحد زائد أسية ناقص إكس. طيب يعني لحد الآن أنا متفاهمين صح. عفوا، إذن تولي لنا زائد أسية ناقص إكس وناقص أسية ناقص إكس راحوا مع بعض، تولي لنا واحد على واحد زائد أسية ناقص إكس. بصحة أستاذ هما قالوا لنا أسية إكس على واحد زائد أسية إكس، حاجة سهلة، تساوي واحد على واحد زائد أسية ناقص إكس تساوي واحد على أسية إكس. إذن واحد على أسية إكس. طيب يا طيب، إذن ولا عندنا واحد على أسية هنا ثاني عندي عاون واحد المقام له، واش ندير؟ نقوم بتوحيد المقام ما عليناش. إذن تساوي واحد على واحد مضروب في أسية إكس يعني واحد في أسية إكس يعني أسية إكس زائد الواحد، والمقام واحد هو أسية إكس. إذن نضرب المقام الواحد في مقلوب الكسر هذا، واش تعطينا؟ تعطينا أسية إكس على واحد زائد أسية إكس. المهم أسية إكس زائد واحد ولا واحد زائد أسية إكس تبديلي صح، الجمع معنيناش. إذن واش خرجنا؟ هاي وراهي، هي ولا مش هي؟ هي. إذن سيبو صح، أمحينا السبورة ونروحوا الرقم ثلاثة. طريب يا رقم ثلاثة دائما رانا في الجزء الأول صح، واحد ناقص أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس تساوي أسية إكس ناقص واحد على أسية إكس زائد واحد. كشغل لاحظ هذه وهذه كشغل كين كيفاش نقولوا كين تناقض بين كشغل عكس متعكسين ولا عكس حاجة كيما هكا. في هذا التمرين رقم ثلاثة الحل تاعو أعزائي الطلبة نحاول نحلو بعدة طرق، بعدة طرق يعني طريقتين أو ثلاثة.
أنا هذا هكا نحل الرياضيات طريقتين أو ثلاثة حتى تكون متولى كما يقولوا لجميع الطرق الممكنة. نبدأ بالطريقة الأولى وهي لا ميثود نيميرو 1، طريقة الأولى. طيب الطريقة الأولى كيفاش أستاذ؟ كي العادة من هنا لازم نخرجوا في هذه، ما عليناش. إذن إلا هنا عندي واحد ناقص أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس. أسية ناقص إكس باش لهنا واش ندير؟ نضرب، أي هذه تساوي ماذا؟ تساوي واحد ناقص أسية ناقص إكس في الحالة كيما هذه. دورك نقول لك فاش تضرب، أضرب في على واحد زائد أسية ناقص إكس، نضربها في ماذا؟ في أسية إكس، نضربها في أسية إكس. وهذه الطريقة راني درتها في الفيديوهات القديمة، في الفيديوهات القديمة التمرين رقم 3 الموجود في الكتاب المدرسي، حليته بهذه الطريقة، طريقة الضرب البسط والمقام في أسية إكس، أو موجود في الفيديوهات القديمة، وتصيبوه في المدونة إن شاء الله، تصيبوه ثم محطوط مرتب في الفيديوهات الأرشيف. صح، إذن يعني التمرين 3 تاع كتاب المدرسة مهم جدا جدا، في نفس الأسئلة برك التمارين تختلف. صح، إذن تساوي لنا ماذا؟ تساوي نبدأ واحد في أسية إكس، أسية إكس ومن بعد ناقص أسية إكس، أسية ناقص إكس في أسية إكس، تولينا ناقص أسية ناقص إكس في أسية إكس. نفس الشيء في المقام، عندنا أسية إكس زائد أسية ناقص إكس في أسية إكس. طيب هنا واش ندير؟ نواسي هذو، نستعمل لهم الخاصية رقم واحد لاي الفوق، خاصية رقم واحد. صح، رانا درناها في تبسيط العبارات المرة اللي جازت. صح، إذن نبدأ اللي هنا واش تولي لي؟ تولي لي أسية إكس ناقص أسية ناقص إكس زائد إكس، يعني بالتفصيل، على أسية إكس زائد أسية ناقص إكس زائد إكس. معناتها واش تعطيني؟ تعطيني أسية إكس ناقص أسية الصفر، وهنا كيف كيف أسية إكس زائد أسية الصفر، قلنا باللي أسية الصفر تساوي الواحد، إذن تعطينا أسية إكس ناقص واحد على أسية إكس زائد الواحد. أيوة راهي أمامك، سي بون. هذه واش قلنا؟ هذه الطريقة الأولى، ما عليناش. إذن نروحوا الآن نحلوا، نستعملوا الطريقة الثانية، الطريقة ولا خلو كيما هاك، نمحو الطريقة الأولى، لا الطريقة الأولى نخلو غير الطريقة كيف درنا هكذا، ونديروا طريقة، يعني هذه نكتبوا لهنا طريقة رقم واحد. طريبيا أمحينا هذه هنا، صحة. درك نديرو طريقة رقم 2، طريقة أعطيكم زوج طرق ولا ثلاثة، درك نشوف، درك نشوف طريقة رقم 2 وشن هي. احنا هنا لاحظ عندنا مساواة، مدام هذه، شوفوا مليح، مدام هذا الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، معناتها كون نقصوهم من بعضهم بعض نصيبوا الصفر. صح، معناتها كيفاش؟ معناتها يحب يقول كون نديروا واحد ناقص أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس،
ونقص الطرف هذا، هذا الطرف الأيمن نجيبه منه، يولي بالناقص، يولي ناقص أسية X ناقص الواحد على أسية X زائد الواحد، معناتها مادام متساويين كي نقصهم من بعضهم بعض نصيبوا صفر. أكد لي على كلمة صفر صفر، يعني كي نحسب ضرك لازم نصيب بإذن الله صفر. نبدأ على بركة الله. معناتها يا بنو آدم المقام هذا والمقام هذا ماشي كيف كيف، يحب يقول نوحدوا المقام. طريبيا المقام الموحد وشنو هو؟ المقام الموحد وهو واحد زائد أسية ناقص إكس مضروب في أسية إكس زائد الواحد، هذا هو المقام الموحد. إذن هذه نضربها في هذه، طريبيا تولي لي واحد ناقص أسية ناقص إكس في أسية إكس زائد الواحد، كاين الناقص حبيبنا هذا رد بالك، وعندنا الناقص، ومن بعد واش نديرو؟ نضربو هذا في هذا، صح؟ إذا تولي لنا أسية إكس ناقص الواحد في واحد زائد أسية ناقص إكس. طريبيا لحد الآن رانا هاي، هيا ابدأ فركة هذه وزيد فركة هذه، مقام خليه كيما راهو، أتونسيون خليه كيما راهو، مازال ما لعبناش ليه، صح؟ نبداو نفركتو، رانا بطريقة ثانية، التذكير، صح؟ إذن واحد في أسية إكس تعطينا أسية إكس، ديرها أونتر كروشي، هذا العريضتين، زائد عفوا واحد في الواحد هذا واحد، ومن بعد ناقص أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص أسية ناقص إكس في أسية إكس، ومن بعد تعطينا ناقص أسية ناقص إكس. سيبو يعني انشرت هذا، درك وين نروح؟ نروح لهذا، صح؟ عندي الناقص بلاك تنساه، أسية إكس زائد أسية إكس في عفوا مضروبة في أسية إكس، طريبيا أسية إكس ومن بعد أسية إكس في أسية ناقص إكس، ومن بعد ناقص الواحد، ومن بعد ناقص أسية ناقص إكس. يا أخي هاكا إن شاء الله مانيش غلط، هاكا هي هذا هو هذا هو هذا هو. روح روح أستاذ روح، صح؟ وين نروح؟ راك تحاوش فيا ولا؟ زائد أسية ناقص إكس في أسية إكس زائد الواحد، طريبيا طريبيا نحل المعروضتين هذوك، إذا تولي لنا أسية إكس زائد الواحد، هذه يولو لنا أسية الصفر، إذا ناقص الواحد ناقص أسية ناقص إكس. راني بالتفصيل، ما تنساش باللي الناقص هذا كنحل نحو العريضتين الكروشي، حب يقول تتبدل الإشارة الداخل هذه، وإياك تنساها. ناقص أسية إكس هذا راهم يولوا أسية الصفر، إذن يولوا واحد، والناقص تولينا ناقص واحد، ومن بعد ناقص ناقص واحد تولي زائد الواحد، ومن بعد زائد أسية ناقص الإكس. إذن على واحد، عفوا من ذاك اللوحة ويحكموها جنونها، واحد زائد أسية ناقص إكس في أسية إكس زائد الواحد. طريبيا عندنا أسية إكس وناقص أسية إكس، ناقص أسية ناقص إكس وزائد أسية ناقص إكس زائد واحد ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد. إيه حب يقول العقلية راهي بانت، معناتها تولينا صفر على المقام هذاك، إذن صفر صفر. واش قلنا؟ مادام صبنا صفر مع التالي واش تكتب؟ إذن لدينا، وتجيب له هذه وتعاود تكتبها له هنا، خلاص سي بون.
روحوا للطريقة رقم، إذن الطريقة الأولى واش درنا؟ جبنا الطرف هذا نقصناه من الطرف هذاك، فوالا هذه الطريقة الثانية. ما أنت يحب يقول جبنا الطرف هذا لازم نصيبه الصفر. طيب الطريقة الثالثة، الطريقة في الطريقة الثالثة أعزائي الطلبة نستعمل المساواة في ضرب العبارات المتقاطعة. وشن هذه يا أستاذ؟ نعم نعم، ضرب العبارات المتقاطعة. كيف يا أستاذ؟ هذه مع هذه وهذه مع هذه، المساواة في ضرب العبارات المتقاطعة. شو هذه هي الطريقة الثالثة، خليها هك بتشفى وشن هي الطريقة الثالثة. طريبة إذن واحد ناقص أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس تساوي أسية إكس ناقص واحد على أسية إكس زائد الواحد. هنا أعزائي الطلبة لاحظوا أنه في المقام لا يوجد عندي قيم ممنوعة، لهذا نستعمل التكافؤ، لهذا نستعمل التكافؤ. بنتفهموا لماذا نستعمل هذا التكافؤ؟ لأنه لا يوجد عندي قيم ممنوعة. واش قلنا؟ كيفاش نخدمه هنا؟ نبدأ على بركة الله. إذن واش نديره؟ نضرب هذه في هذه تساوي هذه في هذه، إذا نتولي لنا واحد ناقص أسية ناقص إكس في أسية إكس زائد الواحد تساوي واحد زائد أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص الواحد. كيفاش نبدأ نخدمه أستاذ؟ نبدأ بهذه، ننشروا هذه وننشروا هذه، النتيجة اللي نصيبها في الأولى نصيبوا النتيجة تاع الثانية، إذن رانا راهم متساويين. نبدأ بالعبارة بالضرب اللي راهو على اليسار، واحد ناقص أسية إكس ناقص إكس في أسية إكس زائد الواحد تساوي، نبدأ بالنشر. إذا تعطينا أسية إكس زائد الواحد ناقص أسية ناقص إكس في أسية إكس ومن بعد ناقص أسية ناقص إكس تساوي أسية إكس زائد الواحد، وهنا راهي تولينا أسية صفر ومن بعد ناقص أسية الصفر ومن بعد ناقص أسية ناقص الصفر. طيب إذن هنا أوتوماتيك مو هذه وش تاهي؟ هذه راهي ناقص واحد، هذيك راهي ناقص واحد، إذن زائد واحد وناقص واحد راح. إذن واش بقات لي؟ بقات لي نديرها بالأسود، بقات لي أسية إكس ناقص أسية ناقص إكس. طيب نزيد الطرف اللي راهو على اليمنى هذو زوج صح، واحد زائد أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص الواحد. طيب إذن واش تعطيني؟ تعطيني أسية إكس ناقص واحد زائد أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص أسية إكس. طيب إذن واش تساوي؟ تساوي أسية إكس ناقص الواحد زائد أسية الصفر، لأنه هذا هنا أسية الصفر، لأنه تولينا أسية إكس زائد إكس، إذن أسية الصفر تولينا ناقص الواحد وزائد الواحد يروح صح، معني نش أسية الصفر وناقص أسية ناقص الإكس. إذن نكتبه بلك حل، عندي ناقص واحد هنا وهذه تولي زائد واحد، إذن راحوا مع بعض. إذن واش يبقى لي؟ أسية إكس
ناقص أسية ناقص إكس. لاحظ أن هذا النتيجة اللي صبناها هي نفسها هذا النتيجة اللي صبناها. واش تكتب؟ إذن المساواة صحيحة. واضح. الجزء الثاني من التمرين نفس الشيء في المساواة، قال لك لتكن دالة اف المعرفة باف تساوي 2 على أسية اكس زائد 1، ونعرفوا باللي هنا ما عنديش قيمة ممنوعة، وقلنا باللي الأسية موجبة تماما وزائد 1، إذا المقام راهو موجب تماما. بين أن اف دو اكس زائد اف لناقص اكس تساوي 2. واش نديرو هنا؟ ما علينا إلا نكتبو اف دو اكس. شوف كيفاش ندير، أي معناتها اف دو اكس حاجة سهلة جدا جدا، زائد اف لناقص اكس تساوي، نكتبو اف دو اكس اللي هي 2 على أسية اكس زائد 1. أما بالنسبة لي اف لناقص اكس، انتبه اف لناقس اكس درتوها في السنة الأولى ثانوي، ما علينا إلا يعني في الدالة الزوجية والدالة الفردية إلى آخر، ما علينا إلا هنا نعوضو بالناقص اكس، وين كاين اكس نعوضو بالناقص اكس، هذا مكان حاجة سهلة ما. إذا اف لناقص اكس يعني زائد اف لناقص اكس معناتها زائد الاثنان على أسية ناقص إكس، وين كاين إكس نعوضها بناقص إكس، هاني درتها بالأحمر صحة، زائد الواحد، هذا مكان. درك واش عندي؟ عندي هذا المقام ليس نفسه هذا المقام، إذن واش ندير لنا؟ نوحد المقام. واش ندير؟ نوحد المقام. طيب إذن تساوي يعني هذه مضروبة في هذا، وهذا الاثنان مضروبة في هذا، حاجة سهلة سهلة، وهما في بعضهم بعض، صح. إذن لهنا عندي المقام، نبدأ بالمقام الموحد وهو أسية إكس زائد الواحد في أسية ناقص إكس زائد الواحد، صح. نبدأ بالإثنان، الإثنان في أسية ناقص إكس زائد الواحد زائد الإثنان في أسية إكس زائد الواحد. طيب يعني نبدأ بعملية النشر، صح. إذن تساوي إثنان في أسية ناقص إكس زائد الإثنان زائد الإثنان في أسية إكس زائد الاثنان على أسية إكس زائد الواحد في أسية ناقص إكس زائد الواحد. طيب إذن تعطينا الآن كلمة قام كيف فوق كامل، لازم نصيبه إثنان، إذن ما تخليش هذه هكذا، أنشر. طيب إذن واش تعطينا؟ تعطينا إثنان في أسية ناقص إكس زائد إثنان في أسية إكس زائد الأربعة، ومن بعد تحت أسية إكس، أسية إكس عندنا أسية إكس في أسية ناقص إكس، إذن تولينا أسية الصفر، تعطينا أسية الصفر زائد أسية إكس في الواحد يعني أسية إكس، ومن بعد الواحد في أسية ناقص إكس زائد أسية ناقص إكس، ومن بعد زائد الواحد تساوي لنا كيف كيف نفس الشيء، تولي لنا اثنان في أسية ناقص إكس زائد الاثنان في أسية إكس زائد الأربعة على تولي لنا هنا هذا تولي واحد، إذن تولي لنا واحد زائد واحد اثنان، إذن تولي لنا أسية إكس زائد أسية ناقص إكس زائد الاثنان، صح. هنا لاحظوا عندنا اثنان اثنان أربعة، إذا نقدر نخرج الاثنان عامل مشترك، خرج اثنان عامل مشترك، إذا تساوي اثنان في البسطة، خرج اثنان عامل مشترك في أسية ناقص إكس زائد أسية إكس زائد الاثنان على
المقام اللي هو اسيه اكس زائد اسيه ناقص اكس زائد الاثنان. اذا هذا رحمة هذا واش بقى لك؟ بقات لك اثنان. اذا المساواه صحيحه. أعزائي الطلبة، الفيديو قدامنا نصف ساعة، كانت مهمة جدا في حل هذه العبارات المساواة وتبسيط العبارات الأسية، لأننا نحتاجها بإذن الله في يعني راني بديكم من تبسيط ومن بعد مجال تعريف ومن بعد الاشتقاق، يعني كامل واش يخص الدالة الأسية ومن بعد كامل واش يخص الدالة اللوغاريتمية، ومن بعد باش نبدأ ونحلو في الدوال الأسية والدوال أي دراسة الدوال. ما تديروش كما البعض يفتح يرزق فاش بدأ يحل في الدوال. هذاك اللي يحل الدوال اللي ما جابش الباك العام اللي فات وراي عنده لي نوسيون دو باز، عنده قاعدة يعني قرأ، هذاك يحل الدوال مكان لا يضيع وقته. أما أنت اللي جديد فاش يفتح يرزق لا، شيئا فشيئا. أنا دايما الفيديوهات منظمة واضحة، واحد عندي في الحساب كي كنت في الابتدائي تعلمت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، حتى المتتاليات، شوفوا المتتاليات سواء حسابية ولا هندسية، غير نجيبوا واحدة نرجعها بلاصة الأخرى للوراء ما تقوليش متتاليات، وهذه على بالكم بها. ما تعلمتش في الابتدائي واحد خمسة ومن بعد اثنين ومن بعد 16، لا هذه ما تعلمتهاش، وانت ثاني متعلمتش هكا. اذا نبداو بواحد بعد الاثنان بعد ثلاثة لأربعة ولخمسة، ومن بعد كي نلحق لي تسعة ننجم نكتب 9876، ونعرف واش معناتها. مثلا قلت لك مثال والفهم يفهم. اذا اعزائي ما نطولش عليكم، كما وصيتكم اضربوا طلا في البلوك، راهو فيه راكم تصيبوا كامل الامور، يعني راني نطور فيه. اذا شفتكم مهتمين راني نواصل ونعطيكم امور يعني ما شاء الله، وربما لاحظتوا راني نكمل معكم باذن الله حتى للجامعه. اذا شفت اهتمام وتحفيز راني نواصل معكم. اذا شفتكم يا اخي تحوسوا غير على الهف والآخر على بالكم. المهم ما نطولش، إلى أن ألقاكم أعزائي في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.